مرحبا. قديش في أشخاص من الماضي بتشتاق لهم، وإذا بترجع في ذكرياتك وبتطلع بتاريخ حياتك بتشوف إنك حبيتهم وتعلقت فيهم، واليوم صاروا من الماضي وبتحس إنك عم تشتاق لحياتك الماضية. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم، ممكن تشتاق لأشخاص من الماضي مرقوا بحياتك وحبيتهم، لكن أنت دايما بتشتاق لنفسك القديمة أكتر من نفسك اليوم، والله معك.